مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. المرة هاي القراءة ما راح نحدد حق شنو بالضبط، ممكن تكون حق وضعك العملي، الوظيفة، المشروع، الهجرة، أو حتى حق حياتك العاطفية. عزيزي برج العقرب، لازم أنت اللي تاخذ الطاقة وتشكلها وتطبقها على حياتك وعلى نيتك للقراءة. عندك خطوات جديدة أو فرص جديدة قادمة في طريقك، بس البيئة المحيطة فيك أو نمط تصرفاتك قاعد كأنما يعيقك من التقدم الحقيقي، لأن هني كأنما صاير بدل ما تحاول تحقق شيء حق نفسك، الفرصة اللي تيك أو الشيء اللي قاعد يك، قاعد تحاول إن تحصل فيه على رضا الآخرين أو رضا شخص معين في بالك. أوكي، عندنا باي ذا بوك هذا الكرت، ومعاه من التارو فارس الأكواب، هذا أنت مع ثلاثة الأغصان. يمكن في حياتك يا عقرب شخص من برج ناري، لأن حتى الفيل عنصره ناري. عندنا قوس حمل أو أسد، ولكن هني أحس راح تأتيك هني فرصة من شخص بعيد عنك أو شخص مو قريب منك، ممكن يكون من دولة ثانية، من شركة ثانية، أوكي، قبيلة بعيدة عن قبيلتك. عرض يأتيك أو فرصة جديدة، دعوة جديدة، دعوة إذا أخذتها تعرف أنك راح تقدر تحقق أمور وايد، تحصل منها مردود مادي أكثر شيء، راح تجيب لك مردود مادي. ولكن أحسك شنو اللي قاعد يصير، على طول تذهب تأخذ كوبك فارس الأكواب، تأخذ كوبك بيدك وقاعد تحمله، تحاول ترضي فيه أو قاعد تعرض على شخص، ترضي فيه شخص أو تعرض على شخص، تراوي ان انت قاعد تنجز وتحقق. ما ادري ليش احس هني اذا كان هذا الشخص برج ناري احتمال شوية راح يحاول يحبطك او يثبط عزيمتك، لان هو ما قاعد ينجز. شوف، هذا الشخص اللي في حياتك ممكن يكون مديرك، زميلك، صديقك، شريكك، هذا الشخص ما قاعد يحصل نفس الفرص بالسهولة اللي انت قاعد تحصلها. ففي نوع من، ما بقول لك الحسد، في نوع من ان هو يستاء منك ان انت دائما تأتيك فرص، وتأتيك فرص مريحة، اللي يلتقي فيك الاشخاص البعيدين منك حتى يحاولون يساعدونك. في شخص بعيد عنك يمكن احتمال راح حتى يساعدك اذا انت ناوي على شيء يخص الهجرة، شيء يخص العمل في مكان جديد، شخص من هذا المكان الجديد راح يساعدك في هاي الانتقال. بس الحذر هني أو التحذير الوحيد من هذا الشخص اللي طاقته شوي نارية، الأمور صعبة في حياته، فيحاول يجرك لنفس الطاقة. الأسبوع الثاني عندنا، طبعا في كارتات إذا أنتوا لاحظتوا أو شفتوا القراءات السابقة، عندنا طاقة مشتركة وايد قوية هاي الشهر، لأن في كارتات قاعدة تتكرر، منها هذا الكارت وأيضا كلينت أب. أوكي، كلينت أب هني هذا الكرت دائما أول شيء يأتي في بالي إنه يناديك للشجاعة، لأن عشان ننظف حياتنا أو نتخلص من أشياء قديمة إحنا نحتاج إلى نوع من الشجاعة، نحتاج إلى نوع من التخلص من نمطنا القديم. إذا النمط، عشان كذي نشوف دائما نمر بنفس المواقف وإن كانت مع أشخاص جديدين، نفس الموقف، إما شخص يستغلنا، إما شخص يحبطنا، إما شخص، فالنمط اللي احنا قاعدين نخلقه متعلق بنا اكثر ما هو متعلق بالاطراف اللي محيطه، اكثر ما هو متعلق بالطرف الثاني اللي انت تتعامل معه. في سبب ليش احنا قاعدين نجذب نفس النوعيه من الاشخاص، قلت لك هني يمكن المحفز هو انه لحد الان وان طلع من حياتك، لحد الان وان كنت انت مبتعد عنه، احس هني برج العقرب قاعد يقول لي او يرد على تفسير لطاقة التارو ان انا اوريدي هذا الشخص ما قاعد حاليا احتك فيه وايد او طلعته من حياتي، ولكن ما انكر ان على مستوى ما لحد الان يهمك امره او يهمك رايه فيك، كانما قاعد تاخذ كوب النجاح او كوب الفرص على الاقل تفتخر فيه امامه. لماذا تفتخر فيه امامه؟ لان لحد الان تريد ان تثبت وجهة نظرك، تريد أن تثبت قيمتك أمام هذا الشخص. أوكي، عندنا أربعة الأكواب، هذا شخص جدا ناجح في إحباط عزيمتك. مهما كنت، مهما كان الكوب اللي تذهب له به جميل، مهما كنت متحمس
ونجحت وأنجزت وقدرت، أحس هني إن أنت راح تقدر تحصل على شيء صعب الآخرين يحصلون عليه، فرصة عمل في مكان راقي، في مكان مرموق، أو فرصة العمل مع أشخاص رفيعين المستوى. لأن عندنا الفيل، تسهيل العقبات، أشخاص تنضم إلى مجموعة أشخاص يعملون أيضا مع أشخاص رفيعين المستوى، مو شيء هين اللي راح تحصل عليه، ومو أشخاص هينين اللي راح تبتدي تتعاون معاهم، وراح يستمر أيضا لك هاي الطاقة. لكن عندك 4 الأكواب مصاحبة مع 6 الأكواب، الأكيد هني أمامي أنه هو شخص من الماضي، مو شخص جديد اللي دائما له تأثير سلبي على طاقتك. بقول لك هني شيء، أنت عندك نمط دائما، 6 الأكواب تذكرنا بالنمط، عندك نمط وعندك فكرة معينة أنت أخذتها من أيام طفولتك قاعدة تأثر على تصرفاتك الحين. شنو هي هاي الفكرة؟ لما سألت التارو، فكرة أن قبل ما تبتدي تنجز أو تحقق شيء، دائما تحرص أن كل اللي حولك أو كل اللي أنت تحبهم على الأقل يا برج العقرب يكونون إما يشجعونك إما متفقين معاك، يعني تكونون كلكم على نفس الصفحة، متفقين على الوجهة أو موافقين على الوجهة اللي أنت رايح تروحها. هذا الشيء صعب أو مستحيل التحقيق، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. محتاج عشان تغير واقعك اللي أنت هني قاعد تتوجه للمستقبل، ولكن لحد الآن أحس إن في ثقل عندنا الفيل، في ثقل قاعد أيضا يرجعك إلى نمط الماضي، ثقل إن أنت لازم تحصل على رضا ترفيق، مو شرط يكون رضا شريكك، ممكن يكون رضا أحد الوالدين، لازم إما يوافقون على مثلا مجال الدراسة، مجال العمل، مجال فكرة مشروعك، أو إنك أصلا ما راح تمشي فيه. إما كل أهلك يكونون متفقين معاك، أو كل أصدقائك، كل زملائك، ومن تشوف تحذير أو تخويف واحد من أحد منهم توقف هني شيء. فهذا الشيء إذا تخليت عنه، نظفته، انتهيت منه، غيرت نمطه، ولو إنه ما راح يكون سهل، لأن أحس هني 6 الأكواب قاعد يقول لي إن شيء نمط عندك من أيام الطفولة، أشخاص يهمونك ويزعجك إن هم مو متفقين أو مو موافقين على شيء أنت مقبل عليه. برج العقرب هني مقبل على شيء جديد، فرصة هي فتحت أو هي عرضت نفسها أمامك، وفي ناس وإن كنت أنت تحبهم، أنت تبادرهم المحبة، بس هم ما يتمنون إن أنت، خلي أقول لك إياها بهالطريقة، إن أنت تنجز أسرع منهم، أو أنت تنجز وهم واقفين في مكانهم. يروح برج العقرب يسوي وينجز ويسافر، وهم لحد الآن في مرحلة الانتظار. ممكن يكونون أحد إخوتك، أوكي؟ وإن كانت مو مشاعر حسد، ولكن على الأقل مشاعر غبطة، مشاعر منافسة. الأسبوع الثالث عندنا not for you. بالضبط، في أشياء حلو الإنسان لما يعرف إن في شيء معين ما يقدر يحققه. ما نقدر نخلق دين جديد على كيفنا. الديانات نزلت، الديانات تحددت، الديانات خلاص بآخر دين، الدين الإسلامي تحددت. في أشياء إحنا خارجة عن سيطرتنا، مو أنا وأنت نقررها. أنت هني هذا مثل ما تشوف، مثل الشطرنج، وهني يقولك not for you، ليس لك هذا الشيء، ليس لك. محاولة إرضائك أو حتى تشوف، أحس هني إن هاي الأطراف اللي كلمتك عنهم راح يحاولون يشتتون انتباهك يمين أو يسار عن طريق إما فرصة عمل جديدة، أو إن يفاتحونك في موضوع جديد. انت هني مهتم بفرصة جديدة قادمة اليك، فهم ما يبونك، مو حبا فيك، ما يبونك انت تبتعد عنهم تصير احسن منهم، فعلى طول يختلقون موضوع جديد او قصة جديدة عشان يجرونك لنفس الطاقة القديمة. اشوف عندنا هذا الكارت رقم 6، وهذا كارت النمط اللي كلمتك عليه ايضا رقم 6، تكرار للنمط. not for you، ما أدري، أحس هني إنه بصير نوع من الاختلاف، ممكن في مكان العمل، ممكن بين الأصدقاء، ممكن حتى في حياتك الشخصية بصير نوع من الاختلاف. محاولة من هذين الناس إنه يخلونك تختار صف، إما توقف إلى صف اليمين أو صف اليسار.
يحاولون يستفزونك انه يخلونك مثل ما يقولون شنو تنضم الى صف احد منهم، ولكن هذا الموقف مو لك انت، هذا الموقف لازم تبتعد عنه. عندنا هني 8 خماسيات، وهذا كرتك انت يا برج العقرب، كرت الموت. كرت هذا لما نشوفه في موقف كذي، اشخاص قاعدين يحاولون يستخدمونك لمصلحتهم، مثل البيدق في يدهم انت تصير. يعني بما معناه عندهم نية ان يحركونك كجندي، عندنا هني الفارس، يحركونك باللي يناسب مصلحتهم. يوم يتصرفون انهم مستائين منك وما يبون يتكلمون معك، ويوم يتصرفون ان يجرونك الى موضوع جديد، مع ان هاي طاقتك انت يا برج العقرب، التغير في الطاقة، في طاقة الماء، ولكن يمكن لان عاشروك فترة صاروا هم ايضا يتبعون هاي النوع من الاسلوب، في نوع من التلاعب، يبتكرون خطة جديدة، مشروع جديد، يطلعون بطلعة جديدة، هاي الزبدة، يطلعون بطلعة جديدة. اللي لازم تسويه محتاج منك التركيز، ركز في الفرصة اللي امامك، ركز في الشيء اللي شوف انت وصلت الى 8 خماسيات، ما بقالك شيء وتثبت نفسك في مجال جديد، ممكن يكون في علاقة، ممكن يكون في مشروع، ما بقى شيء، 5 خماسيات. لما نوصل الى 9 خماسيات نجد المجال، خلاص وجدنا المجال، 10 خماسيات نجحنا في المجال هذا، ما بقالك شيء، انت على الطريق الصحيح، ولكن محتاج التركيز، محتاج الابتعاد. كرت الموت ايضا يعني نوع من نوع مثل هاي الطاقة، التخلي عن الاشياء القديمة، اي شيء قديم انقطع، اوكي، علاقات، نمط، حتى لو ما انهينا العلاقة نفسها، ولكن ننهي طريقة معاملة هاي الناس لنا احنا، بان ما نسمح لهم يعاملوننا بنفس الطريقة، ما نسمح لهم يجرونا لنفس النوع من الدراما. الدراما اشخاص عزيزين عليك قاعدين يستخدمونك ويحاولون يجرونك الى دراما، الدراما راح تشتتك عن هدفك الاسمى، الفرصة الافضل اللي قادمة في طريقك، او الفرصة اللي على وشك انت تحصل عليها. كرت الموت يقول لي شفت عجلة السيارة اللي اذا نلفها سريع وفجأة ونغير هني خلال الأسبوع الثالث، اللي أبي أنبهك عليه، الموقف اللي راح يصير أمامك راح يحتاج منك ردة فعل سريعة ومفاجئة عشان تصدم هاي الأشخاص ويستوعبون إنه ما يقدرون يستخدمونك أنيمور. محتاج منك موقف، مو تجاهي أنا، مو تجاه الآخرين، موقف تاخذه عشان نفسك، تكون واعي إن أنت قاعد تغير تصرفاتك عشان نفسك، مو عشان اي احد، او عشان ترضي اي احد، ترى هذا هو اللي مهم، ان يشوفونك خلال الاسبوع الثالث من هاي الشهر ان فعلا برج العقرب ما عدنا نقدر نستغله او نستفزه مثل السابق. نشوف الاسبوع الاخير، وهذا الكرت ايضا تكرر عندنا في شم قراءة، أليك أب، دفعة، دفعة، احس هذا الحليف اللي الفرصة اللي ابتدت تظهر لك بداية الشهر هني راح تثبت وجودها أكثر في نهاية الشهر. ليش؟ لأن أنت هني صرت مستعد، ملك السيوف، كأنما هني أحس في مرحلة أن فعلا يتواصلون معك وصير في اتفاق نهائي، سواء على زواج أو على عرض عمل، اتفاق نهائي على تفاصيل اشتراكك، انضمامك الى هاي المجموعة رفيعة المستوى. ملك السيوف، منصب، شخص صاحب منصب، وانت ايضا ممكن اللي راح تصبح صاحب منصب، او يعطونك مسؤولية. شوف ملك السيوف يعطونك نوع من المسؤولية اللي مستحيل يعطونك اياها وان كان المنصب توا مبتدأ، ولكن ما يعطونك إياها أساساً، ما يسمحوا لك تنضم لها الفريق إلا لما تكون أساساً أنت محط ثقة هاي الناس، ما يثقون بأي حد، حذرين، أوكي؟ ولكن أنت ما شاء الله بسرعة يا برج العقرب، لأن عندك كاريزما، بتقدر بسرعة، راح تسبب صدمة للي حولك، البرج راح تسبب صدمة خصوصاً للأشخاص اللي يعرفونك قديماً. شفت الأمثلة لما يقولون التاجر الفلاني كنا نعرفه لما كان مراهق أو لما كان صغير في السن، وكل من يستذكر القصص عنه، كان كذي وكان كذي، شلون صار كذي، هذه إحدى القصص اللي فيها نقلة نوعية لك، اللي بعدين الناس تتذكرك بس أنت ما تكون موجود، أنت تكون خلاص انضميت لقطيع جديد.
يذكرونك فقط بالاسم، بالذكريات، بالأشياء القديمة، ولكن فعلا الحياة الجديدة ما تدخلها وانت عندك هاي الناس لحد الآن موجودين في حياتك. لا، محتاج تتخلص من القديم عشان الجديد، لأنه راح يصير في نوع من الكلاش أو التضارب. ما يصير نوجد القديم مع الجديد في حياتك ترى. أوكي، راح هني أسحب لك الطاقة الحيوانية لهاي الشهر. بترفلاي، الفراشة، الفراشة اللي تمر بمراحل معينة. أحس هاي الرسالة لك يا برج العقرب، إن ترى الفرصة القادمة في طريقك، سواء كانت فرصة زواج أو فرصة عمل، الانضمام إلى هاي الحشد أو الوفد رفيع المستوى، لا تفكر انها فرصة تتكرر في العمر كذا مرة. ابدا، فرصة تأتيك مرة بالعمر، لازم تنتهزها. الفراشة او البترفلاي قاعدة تقول لي هاي الطاقة عنصرها هوائي، الهواء، الرياح سهل انها تغير اتجاه الفراشة. مو سهل، رح اعترف لك، مو سهل انك تقاوم طاقة الطاقة القديمة اللي لحد الآن تحاول تجذبك إلى المكان اللي متعودين. يعني شوف مثلا، بعطيك مثال، في أشخاص حولك مثلا متعودين أن أنت دائما تخدمهم أهما، أو تحطهم أولوية، أو تبدي أول حاجاتهم قبل حاجاتك أنت، متعودين على هذا الشيء، سهل أن يجرونك إلى نفس النمط، إلى نفس الطاقة، إذا أنت ما كنت واعي، إذا أنت ما كنت حذر، إذا أنت ما كنت عارف بالضبط انت وين وين تبي تروح. انا اتكلم عن فراشة، الفراشة خفيفة ما لها ثقل، ومضطرة انها بسرعة تتغير، وكل مرحلة لها وقت محدد. عندنا هني ملك السيوف. احس ايضا ان المهمة الجديدة اللي انت مقبل عليها راح تحتاج ان تثبت فيها نفسك، وراح يكون هالشي سهل، ومحتاجة منك دقة عالية. اذا انت متعود انك تكون مرن، خلينا نقول مرن في الوقت، مرن في كلامك، محتاج تكون أكثر انضباط، أكثر جدية، عشان تنال إعجاب واستحسان هاي الأشخاص. هاي الأشخاص راح يفتحون أمامك الكثير من الأبواب. ما أقدر أقول لك لأي درجة، لدرجة أن حكيت تقريبا كل الأشخاص القديمين أو المكان القديم ما راح تظل تحتاجه. الفراشة لما تطلع من الشرنقة، خلاص الشرنقة ما تعني لها أي شيء، وما تعيد تحتاجها، عندها جناحاتها تقدر تطير بعيد عن الشرنقة. وإذا بتشوف تلاحظ الصورة كأنما هاي هني اللي موجود في النص مثل الشرنقة، ما أدري هذا شنو بالضبط، فطيرة أو خبز، بس مثل الشرنقة. أوكي، لها دلالة معينة، إن أنت لما تطلع من الشرنقة ما يصير ترد ترجع، ما في فراشة تطلع وترد تقول والله برجع في الشرنقة اللي أنا، لأن أنا مدين للشرنقة هذه. لا، الشرنقة أدت واجبها، أنت أديت واجبك تجاه الشرنقة، محتاج تسافر بعيد وتتخلص من شعورك بالذنب اللي راح يرهقك، شعورك بالذنب، نظرك إلى الوراء، اتحاتي هاي الأشخاص.